نحن بنعتمد على شغلتين اساسيات لنقرر انه حليب الطفل حليب الام بالاحرى كافي ولا غير كافي. بنعتمد شغلتين على وزن الطفل وطول الطفل. قياس بين الفتره والاخرى، يعني نحن عندنا بالشهر الاول مفروض زيارتين للطفل، بالاسبوعين بعد الولاده وبالشهر، وبعدين بيصير كل شهر. نعم. اهم شيء هلا مو نطلع هذا شو لون عيونه، اهم شيء انه عم نشوف عم يزيد وزنه وعم يزيد طوله للطفل. فاذا محقق هالامور معناتها نحن ببر الامان. يسعد صباحكم عن جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام. طب الأطفال فرع من فروع الطب يهتم برعاية الأطفال، ولذلك فهو يشتمل مختلف أوجه التطور والصحة البدنية والنفسية للطفل، بما في ذلك معالجة الأمراض والإعاقات والأمراض المختلفة، وكثيرا ما يمتد ليشتمل على الرعاية الصحية والوقائية، ويمارسه أخصائي طب الأطفال. كثير من الأسئلة تجول في بال مشاهدينا، سيجيب عليها الدكتور مؤمن الوتار الاختصاصي في طب الأطفال. يسعد لي صباحك دكتور. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك، منور صباحنا. يعني مثل ما ذكرت اليوم كثير من الأمهات عم يدور ببالهم كثير من الأسئلة اللي بتخص أطفالهم، فاليوم إن شاء الله هيك بدي أقول لسان حال الأمهات بكثير من الأسئلة رح نطرحها على حضرتك. ولكن بداية دكتور، في مستجدات علاجية بطب الأطفال، إذا بنحكي اليوم بداية عن أهم المستجدات. هلا نحن بالنسبة لطب الأطفال طبعا كل يوم في شيء جديد، أكيد الأمور بتطور دائم، في دراسات دائما مستجدة ومتطورة وفعالة وضرورية لحياة الأطفال. صحيح. فعلى سبيل المثال يعني نحن وقت أول ما درسنا كلية الطب وتخرجنا وساوينا الأطفال، كنا نطعمي الأطفال من عمر الشهرين. بعدين صار في توصيات للأربعة شهور، بعدين للست شهور طبعا بناء على الدراسات. موضوع هلأ ممنوع انطعمي أي طفل رضيع قبل ما يختم ست شهور. نعم. كان الأرضاع ما في تركيز أنه يعني أرضاع صناعي يعني بالبيبروني أو أرضاع طبيعي. نعم. فلذلك كان وصف الحليب بشكل اوتوماتيكي، والام بتشعر انه هذا اضمن واريح لها. صحيح. من انه يعني ترضع وتلتزم بالارضاع. اما من 10 سنوات وجاي فصارت دراسات لقوا انه هذا الحليب يلي موجود بصدر الام يلي الله عاطيها اياه هو هذا الحليب يلي لازم ياخذه الطفل. لذلك هلا صارت منظمه الصحه العالميه والدول المطوره يلي هن بيصنعوا الحليب وبيبيعوهن اياه للعالم بالمليارات، صاروا هن عم ينادوا انه يجب الارضاع الطبيعي، لازم نرضع الطفل الحليب يلي وجد له. فلذلك صار هو الحليب الصناعي هو حالة استثنائية، أما الأرضاع الطبيعي هو الأساس. هلأ إجت الدراسات صاروا يلاقوا المزايا تبع الحليب الطبيعي، فصاروا 10 مزايا 20 مزية، حاليا 80 مزية للأرضاع الطبيعي عن الحليب الصناعي. فلذلك أحد المزايا ويلي بتهم الكل هو المكونات يلي ضمن الحليب يلي بتساعد على نمو الدماغ. فهالمكونات اسمها النيكليوتيدات. نعم. انواع من البروتينات موجوده بالحليب الطبيعي. هلا
لقوا انه الحليب الوالدي فيه 300 نيكليوتيد، بينما هلا معامل الحليب الصناعي يلي بتحاول دائما تصل الى ما اقرب ما يمكن لحليب الام، وهذا لا يمكن انه يصلوا للصيغه يلي اوجدها رب العالمين بتكاملها. سبحان الله. فلذلك هلا يلي موجودين من اصل 300 نيكليوتيد 125 نيكليوتيد يلي موجودين بالحليب الصناعي. هاي المادة أنا إذا بدي ابني يطلع يعني ذهنه متفتح ذكي يطلع ناجح اجتماعيا، أهم شيء وأهم من أكله وشربه هو دماغه. أكيد. فأنا بدي أسعى لأنه ينمى الدماغ بالشكل السليم والصحيح. أكيد. هلأ فإذا وهي الركيزة الأساسية يلي بدها تساعدنا بنمو الدماغ. لذلك صارت هلأ توصيات منظمة الصحة العالمية بعد ما لقوا أنه نحن أول 6 أشهر لازم ما نعطي الطفل ولا نقطة مي حتى. لقوا أنه كل مكونات الحليب تكفي لحاجات الطفل الغذائية لمدة 6 أشهر الأولى. فإذا هلأ التوصية والتأكيد أنه يجب أن لا نعطي الطفل لا مية رز، لا مية تمر، لا مية تفاح. هالعناصر كانت كثير بيفكروها عنصر غذائي. صحيح. هي عنصر فارغ من العوامل المغذية. نحن الحليب المكونات الرئيسية الثلاثة هو فيه البروتينات، هو فيه السكريات والكربوهيدرات، وفيه المواد الدسمة. هي ما بتوجد لا بمية التمر ولا بمية الرز ولا التفاح ولا أي عصير ثاني هن بيتصوروا إنه والله نعطيه هذا بيساعد الطفل. لا، هلا المبدأ إنه لازم نترك الطفل يعطش حتى يرضع حليب، مو ياخذ مي. صحيح. عند الناس تصور خاطئ انه هي المي بتخليه ذكي للولد، هذا غلط كبير. خليه بنسمع من الامهات انه صحته احسن وبيلاقوا وزنه زاد، يعني مشان هيك كثير في من الامور عند الامهات هي الاوهام فيها ويلي عم توقعنا باخطاء. فلذلك نحن لازم، وانا كثير بحاول بعيادتي اي وخاصه اي وحده ولداني اول مره بكر يعني وجايبه اول ولد، والله بقعد معها احيانا نص ساعه بس لحتى فهمها المبادئ. نعم. لأنه الجارة بتتدخل والحماية بتتدخل والمجتمع كله أنه شو بدك هذا حليبك مثل المي، وهذا كلام يعني ما لا يمت للصحة بصلة. صحيح. فلذلك في مفاهيم خاطئة لازم ندعمها. هي رسالة من الدكتور مؤمن لكل الأمهات. يعني اليوم للأسف دكتور بنلاقي أنه بعض الأمهات بتتكاسل، يعني بتلاقيها أنه كل شوي أنا تعبت، أنا إيدي وجعتني، أنا ما عاد فيني. طيب أنت وقت بتعرفي القيمة الغذائية بالرضاعة الطبيعية، وقت بتعرفي قديش في فوائد لقدام ما عدا الكلفة المادية. تمام. يعني احنا ما جبنا أبدا سيرة أسعار. تمام. علبة الحليب اللي بتمانية وبتسعة. تمام. وأحيانا بينقطع نوع الحليب اللي متعود عليه الطفل. تمام. وبصيروا الأهل بيضوجوا وبيدوروا وبدهم نوع يرضى فيه بقى هذا الطفل الرضيع اللي خلص تعود على نوع معين. يعني انت لا تفوتي بكل هاي المتاهة، وبنقول معلي بنتعب مع أبنائنا وقت بنعرف الفوائد الصحية أكيد بالحليب. تمام. الطبيعي وبالرضاعة الطبيعية بالتأكيد. بتحب تضيف شيء على هذا المحور قبل ما ننتقل لغيره؟ والله. تفضل. يعني في عندي كمان نقطة تانية بدي أحكي فيها. فإذا نحن هلا عند الناس شغلة وخاص أول 6 أشهر الأصل في حياة الطفل إما البكاء أو النوم. فأحيانا ما بينيم الولد أهله، فهنين شو بيروحوا دغري؟ جوع يا موجوع. فمعناتها الموجوع ما بيحكوا فيها، معناتها جوع، روح جيب له حليب يا رجال، ما عم يشبع منه الزوج إنه يعني عم يشعر إنه هذا أنا ما بدي أقصر بحق ابني. فهذا الغلط من هون ببلش. هلا احيانا بيجينا طفل، نحن بنعتمد على شغلتين اساسيات لنقرر انه حليب الطفل
حليب الأم بالأحرى، كافي ولا غير كافي؟ بنعتمد شغلتين، على وزن الطفل وطول الطفل. قياس بين الفترة والأخرى، يعني نحن عندنا بالشهر الأول مفروض زيارتين للطفل، بالأسبوعين بعد الولادة وبالشهر، وبعدين بيصير كل شهر. نعم. أهم شيء هلا مو نطلع هذا شو لون عيونه، أهم شيء إنه عم نشوف عم يزيد وزنه وعم يزيد طوله للطفل. فإذا محقق هالأمور معناتها نحن ببر الأمان، معناتها ما في داعي نعطي ابننا أي شيء. عم يبكي الطفل في له سبب، والسبب الأساسي أول 3 شهور هو موضوع المغص عند الرضع. نعم. أول 3 شهور هذا أحيانا بيجينا أطفال بتحسي بطنه مثل الطبل، يعني شوي تاني يعني إذا وخستي الغازات تطلع بيخافوا برا. الأمهات. فلذلك يعني هي الحالة الناس ما بتستوعبها، بتتصور إنه الحليب هو يعني في تقصير بالحليب. هون كيف بيتصرفوا الأمهات بما إنه ذكرنا سيرة الغازات وهي بتسبب البكاء الشديد للطفل، تمام فشو تمام بيتصرفوا هلا الأمهات؟ نحن بهالحالة لازم نحن قبل كل شيء في أمور بدنا نخفف من تشكيل الغازات. هلا الغازات في لها 3 أسباب يلي بتصير بأمعاء الرضيع. نعم. السبب الأول هو بلع الهواء أثناء الإرضاع. السبب الثاني هو ضعف حركات الأمعاء، أمعاء الطفل أول 3 شهور حركتها بتكون ضعيفة، وبالتالي بتتراكم الغازات فيها بتكون سبب الانتفاخ. السبب الثالث هو في الخمائر ما بتكون ناضجة بالأمعاء للطفل، لذلك يتخمر الحليب وبتصير هالغازات. هلا نحن لحتى نخفف من تشكل هالغازات في امور طبيعيه وبسيطه قبل الدواء. اول شغله هو نفتح انف الطفل، نطفه تماما بالسيروم قبل كل رضعه. لازم تفتح له انفه الام للطفل قبل ما تحطه على صدره بالسيروم، 3 نقط هون 3 نقط هون، بعدين بترضعه بدون ما تستخدم الاجهزه يلي بتحط له سيروم، تستخدم الأجهزة ما استفدنا شيء، لازم يمشي السيروم من الأمام للخلف. نعم. الشغلة الثانية لازم ندشي الطفل بمنتصف الرضع وبآخر الرضع. كمان هي بتساعد، إذا بالع قسم من الهواء نساعده بأنه يدش ويطلع الهواء. صحيح. ويقعد محل الحليب، محل الغاز حليب. الشغلة الثالثة ممكن نسوي له مغطس مي سخنة وخاصة المساء. هلا هي نوبة المغص يعني بينحكى فيها كثير عند الوليد، عادة بتبلش بعد الساعة 6 7 المساء، وأحيانا تستمر 3 ساعات 4 ساعات، ويتم الطفل عم هايج وعم يبكي وكذا. هلا نحن إذا بنسوي له مغطس من الساعة 6 مغطس مي سخنة لمدة ربع ساعة، يرافق المغطس هو مساج للبطن. المساج بتكون حركة دائرية عميقة من أسفل اليمين للأعلى لليسار للأسفل. نعم. حركة مع عقارب الساعة، هي بتساعد كمان الطفل بأنه يرتاح من الغازات. هلأ عنا شغلة ثالثة هو أو خامسة عفوا، هو في سوائل مثل النعنع، الكمون، البابونج، هدول يانسون يفضل ما نعطيه تحت السنة. فله تأثيرات سلبية على الدماغ. فنحن هو بيقولوا بيهدي، يعني مع هي المعلومة خلينا هيك الناس كمان بيقولوها نعطيها بيهدي. بيهدي فنحن نعطيهم المعلومة الصحيحة من عند في حضرتك. له تأثير سلبي يعني متحفظ عليه. فلذلك هلا حتى هلا في الاعشاب هدول الظروف يلي موجوده بالبلد، صحيح، المهدئه للطفل يلي داخل الى يانسون حاطين عليها حتى لا تستخدم قبل السنين من العمر. فنحن بلا اليانسون، نحن النعنع، الكمون، البابونج، هدول من العوامل يلي بتساعد بطرح الغازات، بتخفيف المغص، وبدون اي اذى على الطفل. حلو. هلا اخر شيء بنجي موضوع الدواء. هلا في الدواء يلي متداول بين الناس هو نقوط الاخضر،
هذا مشكلته انه سابقا والتغى استعماله، ولساتنا نحن بيدوروا عليه دوار الناس انه روحي جيبي النقوط الاخضر، مصرين. هذا النقوط هو عباره بيرخي الامعاء، اذا بجمع الغازات. انا بدي ساعد الطفل يتخلص من الغازات، ما بدي اعطيه انا دواء يراكم له الغازات ويزيد بالانتفاخ تبع البطن. فهو في الدواء مركبات السيميسيكون يلي بيعرفوها الناس انفاكون او امثاله، هذا بيفوت على الامعاء بيمسك الغازات بيطلع هو وياهم، لا يمتص من الامعاء. يعني هو بينعطى مثلا نص قطاره قبل الرضعه 4 مرات باليوم، فرضا نزلت الانينه كلها بيتم الطفل، ما بتساوي له شيء، مثل ما بتفوت بتطلع. فاذا دواء سليم وموجود ومبذول، ممكن هذا نساعد الطفل بدون اي اشكال على الطفل هذا. فاذا نحن هالموضوع هذا كثير حساس وكثير بنتعب فيه مع الناس، وبعدين بتلاقي ابنه ما ارتاح، معناتها لا هذا ناقصه حليب، بيكون انا فرجيه على الميزان انه شوفي قد ايش زايد بين الزياره السابقه والزياره اللاحقه. تقتنع دكتور؟ ففي امهات يعني بيقتنعوا، وفي ناس بتفاجئ بعد شهرين بيجي بشوفه والله اعطيته حليب. نحن واجبنا انه نوضح صحيح. للناس صحيح. وما يمشوا، يعني العاطفه احيانا هي مؤذيه، فنحن ما لنا ضد، نحن لازم بدنا نغذي الطفل، بدنا نخليه ينمى بالشروط المثاليه، اما ما بدنا ناذي الطفل. تمام. فمثل ما حكيتي من احد المزايا هذا، لا بده تسخين ولا بده حليب الام، جاهز دغري من الام الله. للطفل أكيد. يعني دائما بنقول للأمهات اللي هن ما بيقتنعوا، يعني في ناس بيقول لك لا أنا سمعت من أمي، وأمي كان معقول كلياتنا كنا عم نربى بطريقة خاطئة تمام. وكل العادات اللي كانوا يتبعوها غلط، واليوم العلم أثبت هذا الأمور وبيضلوا عشي. يعني لو جبت لهم 100 دراسة بتثبت أنه هذا الموضوع غلط، مثلا موضوع اليانسون مصرة هي أنه اليانسون بيهدئ الطفل وبيخليه ينام وبيخليه يرتاح تمام. فهي رسالة للأمهات يعني. وفعلا هذا كلامي، يعني احيانا تجي الحماي، وللاسف بعض الحماوات تجي بدها تطعميه بالزور، والام ولا الطفل ما بتستطيع، ام زوجها يعني، فلذلك هذا ما الخطأ بتزعل هاي ما بتحسين يعني. فلذلك بتقلي والله عفوا صح، بتقلي انا يعني ما بدي اعطيه، ويعني عيونها رح تطير الام وما بتحسن هديك، لا كلياتنا ربينا هيك، هذا غلط للاسف. هلا نحن مثل ما قلت لك درسنا تخرجنا على شيء، وهلا صار شيء ثاني، انا ما بنقول انا هيك تعلمت، فاذا في تطور الواحد بالعلم بالتاكيد بده يلاحق هالموضوع بالتاكيد. هلا لي ملاحظه ثانيه بعدين ننتقل للموضوع. تفضل. بعد الست شهور لازم بلش بالتغذيه المكمله للطفل. التغذية المكملة بشكل مختصر هي عبارة عن 3 وجبات أساسية. صحة، تفضل المي إذا بتحب دكتور. صحة ومنع إن شاء الله. يعني دكتور بالفعل مثل ما عم تذكر أنه نحن إذا عرفنا من طبيب الأطفال تدريجيا كيف بنبدأ مع الطفل، الشهور الأولى شو لازم نعطيه، بعد 6 شهور كيف بدنا نكمل معه، يعني دائما بيكون في متابعة من قبل طبيب. للأسف نحن ما منزور الطبيب غير للحالات الطارئة، خلاص يعني تمام. أنا موجود عندي مين أسأله، موجودة الجارة وموجودة الخالة وموجودة الأنفة، فللأسف يعني أنا ما بلجأ للطبيب غير بالضرورة القصوى يعني. وبالتالي أنا حتى وقت بتكون زيارتي للطبيب زيارة مرضية، إذا كان في قريب أو سعلة بيوصف لي الدواء وبمشي، ولكن أنا ما بنظر للأمور الأخرى تمام. للأسف هي أخطأنا. بنكمل بهذا الموضوع دكتور. طيب. نحن التغذية المكملة مثل ما قلت لك 3 أعمدة أساسية فيها، هو شوربة الخضار وكله منزلي هذا بيتحضر، ووجبة الفواكه نعم. وفي وجبة نشوية إن كان الجاهزة اللي هي التاميلاك أو بنيتولاك أو سيريلاك، أو ممكن تساويها الأم تحضرها بإيدها، بس هذا يشترط أنه ما يكون حليب بقر. حليب البقر ممنوع يعطى قبل نهاية السنة الأولى، له مشاكل كثيرة، فناس أحيانا لساتهم على الموديل القديم
انه والله خلوط الحليب وعطيه، هذا اكبر ضرر. هلا شو الفرق بس كفكره مبسطه بين حليب البقر وبين حليب الام؟ هلا المكون الاساسي بحليب البقر هو البروتين. نعم. البروتين، ذره البروتين حجمها كبير، تقريبا 50 ميكرون، بينما حليب الام 7 ميكرون. هلا الحجم الكبير الله خلق حليب البقر مشان يربي عجل، يربي عضلات، يربي وزن. اما حليب الام ما بدنا كل هالبروتين هذا، لذلك صناعه الحليب يلي عم مثل ما قلت لك بيحاولوا يقربوه من حليب الام عم يكسروا هالبروتين هذا. فنحن بنجي بنعطيه للطفل لو مددناه بالمي تمت ذره البروتين تمت ذره البروتين مثل ما هي، فلذلك ممنوع يعطى. هي المعلومه لازم كل الامهات يلتزموا فيها. صحيح. حليب البقر نهائيا. هلا له ثلاث مشاكل كمان على السريع، او اربع مشاكل اساسيه له. ممكن يساوي لنا سوء امتصاص عند الطفل، ممكن يساوي لنا نزف هضمي، ممكن يساوي لنا ربو عند الاطفال، لانه هذا البروتين بفوت على الدم بشكل مبكر، وبالتالي ممكن يساوي لنا هالمشاكل. الشغله الرابعه ممكن يساوي لنا اكزيما بنيويه عند الطفل. فاذا نحن مشاكل ممنوع يعطاوا لهلا، كمان نرجو انه هالموضوع كمان ينخصم بشكل ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله هي النصيحه تكون وصلت لكل الامهات اللي عم يتابعونا. بدي احكي ايضا عن حالات ثانيه، وخصوصا نحن بفصل الشتاء دكتور، بنحكي عن الجريب، بنحكي عن السعال والالتهابات والانتانات التنفسيه. ولكن خلينا نروح انا وانت ومشاهدينا لفاصل قصير، ومن ثم لكم مشاهدينا من جديد. يسعد صباحك من جديد دكتور مؤمن، اهلا وسهلا فيك. بدنا نتابع اكيد فقرتنا اليوم، بدنا نحكي عن أمراض الشتاء التي تصيب الكثير من الأطفال. فاليوم الأمهات بتشتكي أنه أبنائنا ما عم يطيبوا. يعني أنا كثير سمعتها من أمهات أنه نحن عم نعطيهم الأدوية وعم نلتزم، ولكن عم تلاقي يا أما أنه هن عم يطيبوا ولكن ببطء شديد، يا أما بتلاقي طابوا وبعد فورا بأسبوع مثلا أو 10 أيام للأسف عم يرجعوا يمرضوا من جديد. بدنا نعرف شو الأسباب، هو يا ترى من الطقس من الجو عنا بشكل عام، ولا هو انه نحن كامهات ما عم نعرف نتصرف بهذا الموضوع؟ خلينا نبدا من الانتانات التنفسيه او الجريب الانفلونزا قبل ما ننتقل للمعويه اذا زاد معنا وقت. هلا موضوع نحن الرشح والسعال والمرحله المتقدمه هو التهاب الطرق التنفسيه، يعني بتبلش من الانف والجيوب الانفيه لحتى للأصابات وأحيانا للرئة لا سمح الله. هلا نحن كثير حالات واردة، بس هلا بالتدقيق بهالأمر، هلا في حالات الرشوحات يلي بسموها الجريب، هي الفيروسية يلي كثير من الأحيان معالجتها عرضية. وأول ما يبدأ المعالجة هو من الأنف، يجب تنظيف الأنف للطفل، حتى المفرزات نزيل هالمفرزات لحتى يخف عنده السعال. هلا بيركضوا على اسف بيركضوا على ادويه السعال والادويه المختلفه، وهالموضوع ما بيخطر ببالهم ولا بيدققوا فيه، انه نحن تنفس الطفل يبدا من الانف. يجب ان يكون الطريق الانفي العلوي هو سالك بسهوله بحسين تنفس الطفل. منزيل هالمفرزات بالسيروم، بالمي والملح، هو السيروم الملحي او الفيزيولوجي، فلذلك بيخفف هذا للطفل. وقت بيكون مسدود انفه بده ياخذ التنفس عن طريق الفم، وبالتالي بيخليه تتخرش الحنجره وتتخرش الطرق التنفسيه. يجب ان يكون التنفس الطفل من انفه، هي اول شغله. قبل ما ينام بدنا نتاكد من هالموضوع، انه نحن الانف سالك والطفل مسكر تمه عم يتنفس من انفه. نعم. هلا الشغله الثانيه، نحن في كثير حالات عم نشوفها تحسس شديده عند الاطفال، اكثر ما هو بتصوروه هو جريب او النزلات الانفيه الفيروسيه كذا، في حالات تحسس وحالات تحسس شديده، وهي بتنتشر
على الطرق التنفسية السفلية، وبالتالي بتساوي له أحيانا تشنج بالعصبات، بتساوي له ضيقة نفس للطفل، بيصير صحيح. سعال ما بينيم الطفل. فنحن لازم ننتبه على موضوع التحسس. موضوع التحسس أول شغلة بدنا نبعد الطفل عن المحسسات، عن الأمور يلي عم يتنفسها وتحسسه، وبالتالي بتزيد هالأعراض التحسسية. على رأس المحسسات هو التدخين. للأسف نحن درجة موضوع تدخين السجاير أو حتى الأراجيل، صارت الأراجيل هي بالبيت. نحن جو بارد، جو الشتاء، جو مغلق، والناس بده يشرب أرجيلة، وبالتالي عم نشوف حالات رغبة شديدة عند الأطفال نتيجة هالمحسسات هي. فنحن كمان لحتى ما نعطي الطفل، ما بنعرف الطفل يلي حيظهر عنده تحسس ولا لا، بدنا نحاول ما أمكن المحسسات نبعده عنها. شو هي المحسسات بشكل موجز؟ هلا على نحن رأس ما حنلحق نحكي عن المحسسات بفقرتنا هلا، ولكن نحن بدنا منك دكتور نصيحة أخيرة لأنه وقتنا انتهى، للأمهات اللي أبنائهم عم يعانوا من إنتانات أو قريب أو رجح، تمام. شو بدنا نوصل لهم رسالة، وإن شاء الله بنكفي موضوعنا بالحلقات القادمة بإذن تمام. الله. هلا نحن الموضوع الأساسي، ما يتصوروا الناس انه الدواء هو حل للموضوع. هلا في عنا الامور العشبيه، نحن بعد ما فتحنا الطرق التنفسيه نخفف المحسسات، وبالتالي الشرابات، الزهورات، الزعتر، كذا، هذول الاساسيه. هلا نحن حاسه انه الولد عم يسعل، هلا بتجينا مكالمات كذا، شو اعطيه شو؟ خليها على المستحضرات العشبيه، لا تؤذي الطفل هاي، وبتريحه وبتعطيه ايجابيه كويسه. اما ما نرقد اعطيني دواء التهاب، يروحوا للصيدلي اعطيني دواء، هذا غلط كبير. صحيح. نحن في هدر، في ظلم للطفل، في وضع الامور بغير مواضعها للاسف. فلازم نحن عمليه الام بدها تداخل تعطي معالجه، تعطي ادويه، والادويه العشبيه، وصار في منها نماذج كثير بالصيدليات وما عليها اي اذى للطفل. فنتمنى انه يصير التزام بهال اكيد بهالامور، وبيكون ان شاء الله تحققت الراحه، وما صرفوا الناس من اموالهم على شغله لا تفيد بل تضر. يعني نتمنى من الامهات الالتزام بالنصائح اللي قدمت لهم اياها اليوم دكتور. اكيد موضوع كثير كبير بحاجه للعديد من الحلقات، ان شاء الله بنكفي بحلقات قادمه. بتشكر وجودك معنا شكراً دكتور مؤمن الوتار، نورت صباحنا ويعطيك الف عافيه. الله يخليك، شكرا كثير.